مرور والكرة والهدف لكتكوفيك ومرة أخرى الكرة في المرمى. كاليري يسجل، كاليري يسجل عكس مجريات المباراة. إمبولي يهاجم أكثر ولكن كاليري هو من يسجل. نعم كاليري مع فرحة الرئيس طبعا جوليني. أولو لو 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 على هدف، أوه على هدف صد كابريلي ولكن المتابعة 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 يا فعلها كلاوديو رانييري وفريقه، سجلوا على عكس مجريات المباراة. ترى لي وكأن كاليري راضي من نقطة، لكن شوف شو هنا الهجمة، شوف هنا جايتانو لاعبها واللي مر واللي مر عمل عمل كبير، عمل عمل كبير اللاعب تسابا أول مرة. هاي الكرة تسابا يمر نانديس يلعبها والمتابعة، أوه الهدف من التشيكي. يانكتو يانكتو يانكتو، نعم نانديس لعبها أول مرة ويانكتو اللي تابعها في ثاني مرة. اللاعب اللي قبل قليل كان يضيع الوقت والآن هو يستغل الوقت.